عندنا حسابات توفير جاري، فأكثر شيء نتعامل مع الزبائن اللي عندهم حسابات يمنة، وأيضا أن نعطي تقاعد اللي عندهم ماستر كارد يجون يستلمون رواتب من عندنا. بس حاليا قلت هاي الرواتب التقاعد. ليش قلت؟ قلت لأنه والله أصبح هون يصاعدنا، فتحوا الفرع بشارع غازي بعيد، يعني مواصلات ماكو، وسائل نقل عامة ماكو، ايشون يصلون هوني، يعني مقطوع الطرق تقريبا هوني. زين احنا شو نسوي حتى نحرك هذا البنك؟ انا بالنسبة لي والله يفتحوا جراج باب الطوب، كيات ترجع، بلي ترجع، ويعني يصير حركة اكثر. بس هذا الاشكال صار عندنا بالنسبة للمنافذ مال البطاقة الذكية، بالنسبة للمكاتب وبالنسبة للمواطنين، كان يعني في الموقع السابق اكو زخم علينا خاصة في ايام توزيع الراتب. هسه في الوقت الحاضر بدا يعني انقطعوا بشكل تام. يعني ليش انقطعوا؟ لان ما المكان بعيد عنهم، يعني تعرف مثلا المواطن اذا بالايسر فيتكلف عناء النقل والمجيء الى الايمن فيسلمون من الفروع، يعني الزخم صار كله على فرع ام ربيعين فقط. بس الزبائن عندهم حسابات جاري وتوفير يجون يعني للمصرف يراجعون لإنهاء معاملاتهم المصرفية. جنابك شو توجه رسالة إلى المواطنين من هالنينوى؟ نحن ندعو المواطنين إلى القدوم إلى مصرف رادي فرع شاهد باعتبار من الفروع الكبيرة، ونحن نتعاد لهم بتقديم الأفضل للخدمات المصرفية بموقع جديد شارع غازي. عندي حوالة لقطع النفط لأحد معامل السمنت الشمالي ومعامل السمنت التوسيع حاليا، وأنا دائما أتردد لهذا المصرف باليوم مرة أو مرتين حسب الحوالات وحسب ما يتطلب العمل. يعني إذا شوف تعامله شلون تعامل؟ تعاملهم كله جيد، ناس متعاونين مع المواطنين سهلين، ما شفت يوم أي مشكلة صارت مع أي موظف أو مع أي مواطن والحمد لله. مصرف 112 من المصارف العريقة بالموصل، يعني خبرة وإدارة. أنا راجع المصرف على مستوى الشخصي والدائرة 30 سنة، فما في اليوم يعني من كل المدراء كل المسؤولين لطيفين بالتعامل، أمينين بالتعامل، ما في اليوم راح لنا دينار يعني ولا بالحساب الجاري حساب الدائرة حسابنا الشخصي. ففي كل الظروف حتى الظروف اللي مرت بها الموصل وراء الأحداث أخذنا استحقاقاتنا كاملة وبدون أي نقص. قبل وين كانت الدائرة وهسه وين انتقلت؟ قبل كانت الدائرة براس شارع غازي 112، وساعة نقلت هنا أشور طابق الثاني. طابق الثاني اللي بشارع غازي. شارع غازي.